مسؤولات هاي بلان أنا لقى شيء دت كان مساكين تو بريس رادس كا أو ودن ككوله أو المهاج المعارض هذا حدا سؤال ترستان يكجران إله يوعبسه مدرس نوع قلوا هنا شقي سنو عن شورتان زائد كان نقدن شن يتبقى بريا لشقيين وضد على ساعة قف قاعد الله بس عجام كجري دولة حقي جايسس وضد طلاح مريني أو الله حرنته إسقاص والبو حرنيه إسقاص والبو حرنيه حلو لا هذا إسقاص جوك هذا النمو ترى قهر مر حلو لا هذيك الورق وعلى حر هذا عمر صباح ورامر كان صباح هوا مجال دباتك مجرت مجال أنا بدو وأكو شقي سنة دم مقمنا نل يردي أنا هاي أنا كابابون أنا كشقي سنة أنا كفرحسن محان الله دبا محان الله دباتي أنا كدولة ما دباتي أنا دولة دار تاجر سنة قف ما دبنا قف ما دي ما دي باتي أنا قف معارك مني محان الله دبا دولة وحال لو قبعة هي هاي إن دان يلا شقي سنة يسوا إيش إن تهريب أدرين بقلال تهريب يلا دول كده ماتي دول كذا كش قي سنة يعني دول كذا كش قي سنة يعني هدي أي هرت عليه هين أي دولة دي إيه لك دول كده ماتي ده وحكش منا يا مراهدة وور استعجى يا ودنا يا كلا وراء يقول لي يا ودنا هو كلا وراء معه ما أنت ودوي كمان يلا إيه رأيا وأكن أنا ما أمه أبغى هذا اللغين يا وبابور كأبو صديبي هل كان تاجنا هاي وسقس كا تربي أنا وحى سقس وبحي بقلال شعب قاس وكش قيست مطبجات كا وعسدوا كلاته هل كان جوكا اللي يركع وانا يا عشور كردنتا يسدوا كلاته شق الآن وان دوجة بحد قف كإسلام كان بلان كبحيدو كم في أنا مسؤولة هاي بلان أنا لقى شيء دت كان مساكين تو بريس رادس كا أو ودن ككوله أو المهاج المعارض هذا حدا سؤال ترستان يكجران إله يوعبسه مدرس نوع قلوا هنا شقي سنو عن شورتان زائد كان نقدن شن يتبكي بريان لشقيين وضد على ساعة قف قاعد الله بس عجام كجري وضد التلاح وهالك مر لقي سو بحاي وضد هل هل بقى جديد أسيس هل جديد أسيس واحد تركن معنا بجاجك مجلس لوق يركع سنتن جك موت مال لوق يركع دكفر لوق برموديل هنا دقة حد دكتور واحد هو ده أنا دقة بجاج مركرتو أتكلم تك قادو هل كاس أسكرك دكتور لو كنترول بجاج كلي أي مرتاد هو ده سيد هذا باور تبو سيد هو ده تلاح واحد كارم نام مدح وينه أنا يلا علم ما إنه قدومي مدالة هران ولا هذا لا والله هذا لا بلنا كبعض نقول سمي واحد كعبنا إنه دبعت أسوأ نوك أنا وياه واحد عصنا إنه هدي مدح وينه إنه مغلي رسول سهر إنه مغلي إنه إله وعب سنا واحد نقول سمي نايا دنو ولا ناي آخر أدو كدنا لسويدنا آخر لسويدنا قف كعفنا يعني مجرد ذلك هذا الإسلام هو أنه والباشن تيس وقت يدو كذا إله يوكعب سدا انت عشان كسو قبن قبينا وحنا بجاجلي إسكاشتان لنا إسكاشتان دوال لوري استاجي شرعية دان هيسنا مع المهد انت نحن هنا شرع درن وحنا محكمنا للإستاجي شرعية دان كسو بحنا وحبان الكوة الدنبية شغل ينين هنا سعطوا إلا حد مدالي إيو واحد هرتاجن إيو واحد هرتاجن مع المهدي حنا لك قبت هذا إسلام مجرد دول ولدينا وحور بو أن لهدين وأقل لهي وحان ربنا وأن ديارنا هاي وحان لهدين رعنا أنا كان حقوق مواطنين أنا هاي وحلينا حقوق وحلينا إن الاحترام دولتنا سيدا واحترام إن نوع احترامت هذا ما أنت وضد أنا كوبنا بحين سن بدأ أنا كوقفنا دباتيني قفنا وحيليني أيضا أنا حنا ما ذا ملتريا أو سراكيلا أو باور كسر هذا وحين أولا هن وضد ميدي حرنت من بنا بعيس إن ها عندنا سراكيش هنا وشرفنتين وضد وين أكل وراي وحين حقي إن راس سيدا أنا كان قرب كينا له سيدا وجوك السراكيش أنا ولا من السركاب والملكة ما ذا ولا موتالي قرب كينا أنا هاي ملتريك هذا أنا وايد تاجر سنة مجال إذا كل ما تين حقي نقول ده هذا أفك كلا دولة ده لأن يراد ودك كل ما تين إذا كواي لأن نك اللي يدك كل ما نعم أنت بجاج جوا ده لأن يراد الجوش يا حمر جوك وبجاج لي لأن يراد كلا نمر حفيز جوا درك سواي إلى أو بركة نقول بوح هست إلى أو بركة لكن ما أنت أنا كمساكين أنا هاي ودك صدق ما الأكوش غي سنة يعني أو ما نقول باش غي سنة وأنا لعن قبتي عن قبتي أنت نقول سمي درتد وحالنا هاي شن شن تمام أنا والله واقع هذا نيك شن يتمان كمالن عادي باتنا ولا وضع markii hore asadag maana shaqay jirnay wataayay lacag fiican ku qan asadag heli jirtay maanta dibka soo saartay subax uu shaqay jiray lacag uu soo heli jiray 15 maal laga dhigay biri waana sane mootada kire kugu taashay 15 doolar maalinta 20 doolar shaqays 5 doolar waa shidaal biri abara taaganta sidii aan ku qan asanahay waxa uu qan asanahay waa shaqaysta heber sharaf waay waxba helin laakiin waa shaqaysta sharaf waay guri ma jiifo dad ma dhibaatay urur iyo balaay kama tirsani dawladdi kama tirsani laakiin anay ii shaqaysaa dawladda anay cashuurigi sugtaa ina dawladda u shaqeeyo ee san dalshi shaqeeyo tuugsan dirtayna bajaj wada oo nafteeda akaalmay shay tan doore dawladda iga qaada hal maalin ma beer dareen karo hadaa beer dareen dawladda computer haysta meel fadhiisa way helay hadaa shan bil luunta way garabta wixeedo waa siya dawladda xaqiiqa isis wada wada talaax oo maraynay ah waxa la hayo xaranta isgoos walba uu xaran yahay isgoos walba uu xaran yahay xaluule adoo iska joogta hadda nin mootal ka hormar ah xaluule hadii kala wareeg waa la xiraa hadda amar soo bax war amarkan soo bax waa magaalada dhibaato kama jirto magaalada nabad waa ku shaqeysana dhim maqamno dhalinyaradii aanahay anaka baboon anaka shaqeysan anaka faraxsan maxaan loo dhiba maxaan loo dhibaatay anaka dawlad ma dhibaatayna dawladda taageersanahay qof ma dhibno qof ma dhibaatayna qof mucaaradku ma nihin
maxaan noo dhiba dhalinyaranahay xaq aan leenahay wadankan xuquuqa ku leenahay waa ku dhalanay waa ku noolnahay waa ku waa ku dhaqanay ilaa hadda ku noolnahay inaan ka baxna marabna inaan ku shaqeysano oo meesha maanta joogna maal ka sareysa gaarna marabna maanta hadii la dhibaateeyo biri wadankan meel ma gaaraa dhalinyaradu waa madaxweynaha jamhuuriyadda waxaan meeshaan ugu darayaa inoo maalin hore masaajidkii jimcaha ka yiri dhalinyarada oo shiisan waa kuwa dadka shaxaada jirta iyo wax lamid a madaxweyne anaga dad ma shaxaadno dhalinyaro aanahay waxaan kuu sheegaynaa waddanka inuu shiid yah anaa kuu cadaya anaa kuu cadaya waddanka waa shiid haddii ilmaha aa dhashay ilaaha kuu deystay jihaan iyo cabdifitaax iyo hebel kale ay maanta kuu lada yihiin iyo kuwa adeerada utaa aa aragtay kuwaas keliya aa u malaysa inay ilmahaad yihiin ani wiilkaada ahay wiil walba oo soomaaliyeed gobol tuulo meel walba ha joog waa wiilkaaga inuu kaas ergo markuu kaas ergaa waxaa dhihi kartaa waddanka shiid maaha waa ku faani kartaa madaxda facaa la fariisan kartaa laakiin anoo baahan wiil kale oo baahan wiilkaada oo dhargan ma dhihi karta waddanka oo dhargan yahay mootada waa layska qabsanaya askariga waddada wuu istaagaa wiilkaaga waa la xidhaa lacag lagu soo daayan rabaa xaggee ka soo dalka maanta oo dhallinyaradii hadday shaqaysanayeen oo la hortaagaya ay dowladdii aysan shaqadooda hor istaagayso maxay maanta dhallinyaradii ay samayn karaan ma ii sheegi kartaa ya dowladda waxaa looga baahan yahay inay dhallinyaraa shaqaysanayso aysan tahriib u dirin boqolaal tahriibayaala adduunyadu ku dhammaatay dalkooday ka shaqaysanayaan dalkooda ay ka shaqaysanayeen haddii ay hortaagan yihiin oo ay dowladdii ciidankii wiilka mootada wuxuu ka shibinayaa muraayadda wuu hor istaagaya wuu dirayaa kala wareeg uu leeyahay waddo lagu kala wareega maata maanta waddooyinka waa nagala xidhayaa waa kana aniga maame aa muxuu ahayd aan lugaynooya oo baabuurka aan ku soo dhiibay dabka aan ku soo dhiibay lacagta ilaa haddana aan soo lugeey wax aan u dul qaadan karno ma lahan wiilasheena yaryarkaana waxay u baahan yihiin shaqo wiil walba jaamacaduu dhammeeyey meeqa ani jaamacad ii dhammaysay oo meelaha taagtaagan oo aan wax qabsan karin nin walba wuxuu leeyahay xildhibaankaayokeen xildhibaankiina meel loogu taga malamahayo waxay ku xiran yihiin hoteelada hoteelladay ku xirxiran yihiin kii talefona aa u jirto ehahe xildhibaanadana waxay ku maqan yihiin ciyaalkooda macal madaxweynaha macal madaxweynaha macal guddoomiyaha gobolka xildhibaanada wasiirada kulli nin dalka u jooga ma laha annaga dhallinyaradeena dalka ay joogtaa ya ayagay ku baabaasan yihiin iskuulladiia loo dhigaya iskuulka markuu soo dhibaya jaamacadda u dhammeeyo meel uu ka shaqaynaya ma laha dowladda waxaan u baahannahay shacabka soomaaliyeed ayaday taageersan tahay dhallinyarada yaryarka ee jaamacadaha dhammeeya waa inay shaqo u yeeshaa haddii u yeeli karin oo kasoo horjeesanaynaa meesha oo canshuur bixiya oo muwaadiniin ah oo dhibaato badan lagu haayo maalin walba dhibaa loo geystaa mootooyinka sharci a b a laga dhigay lacagaa lala qaada waan ogolaanay waa la joojina ha lahay lama joojin waa la bixinoyaa mootooladii shalay toban doolar mooto kugu dirshay toban doolar oo ku wadaa waa ka war qabtaa dhaqaale xumida magaalada ka jirta shacabkia ka qayliyey leysinkii waa laba boqol iyo afar doolar lixdii kuu doolar wasaaraddu aqaadnahay dhahday mana noo sheegin lacagta kale meesha lagu bixiya askarigii iskaa qabtaa wuxuu rabaa leysin la imow haddaadii ma hayatilaa labaatan doolar lacag oo meel kuula fadhiyaa oo ganaaxa dhibaatadaasaa qabnaa waxaa noo sii dheeri injinada qaarna laga xirto waxaa noo sii dheeri in gaarigii nagu dhufta mooto ousan nala hadlin xoog noo isticmaalo waxaa noo sii dheeri in filatuur maalin walba nala daba taagan yahay ninka askariga oo asoon taliya amrin oo madax u amrin oo waddada iska xirto salma xasan cabdulle shabeelle t v muqdisho abka dahab balaas oo lagugu sameeyey habkii ugu casrisana waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahab shiil gruub adigoo isticmaalaya ablikeeshinka dahab balaas oo adeegyo dheeraada lagugu soo kordhiyey ku bixi ku iibso ku kaydso dahab balaas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada.